عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان داخل وخارج الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اليوم المفتوح، هذه السهرة الكبيرة. العيد فرحة والفرحة تتجدد على قنوات الشروق مع نجوم شهر رمضان. مساء الخير ياسمين. مساء الخير قادة. مساء الخير، مبروك. صح عيدك قادة، صح عيد كل مشاهدي وأوفياء الشروق تي في. سعداء جدا أننا نلتقي في هذه المناسبة البهيجة، سعادتنا أكبر أنه عيد الفطر جمعنا هذه السنة، وخصوصا أنه الشروق حافظت على ريادتها ونجومنا حاضرين معنا خلال هذه السهرة قادمة. ومن نجوم هذه السهرة سوف يكون معنا المسلسل ناجي عاشور العاشر، طاقم الكامل، المخرج جعفر قاسم وبعض أبطال السلسلة بمن فيهم طبعا صالح قروت، وسوف يكون معنا أيضا بعض أبطال برنامج ناس اسطح البرنامج السياسي الساخر الناجح هذا العام أيضا يسمي. إن شاء الله قادة. لكن قبلهما سعداء جدا أننا نستقبل الأميرة في الزي القبائلي اليوم ريم غزالي، وهي نص عاشور ونص الكاميرا المخفية الواعرة، وطبعا كي نقولوا الواعرة وحكماتك في الواعرة اللي ولت شعار في رمضان، نقولوا ريم غزالي وشمس الدين العمراني أو شمس الدين شمسو ديزا جوكر. مساء الخير، صحة عيدكم، كل عام أنتم بخير ريم وشمسو. مساء الخير، صحة عيدكم، أنا اليوم جدا سعيدة موجودة معكم، ونقول صحة عيدكم لكل الشعب الجزائري وكل الناس لما يشوفونا على شروق تيفي. مساء الخير عليكم، صحة عيدكم وصحة عيد كامل الأمة الإسلامية، ينعاد عليكم بالصحة والهنا إن شاء الله، وشكرا على الاستضافة، تشرفنا بالحضور هدايا وإن شاء الله نجوزوا سهرة شابة إن شاء الله. هي شابة بحضورك شمسو، وأكيد مع أيضا ريم غزالي. الكاميرا المخفية هذا العام كان جدل كبير، ريم أنت المنتجة وأيضا بطلة هذا العمل، واللي كان انقلاب في المفاهيم تاع الكاميرا المخفية، يعني برغم من أنه الناس بزاف حكات على الضحايا بين قوسين، ولكن في الحلقة العشرين اكتشفنا بأن الجمهور هو ضحية هذه الكاميرا المخفية. الآن بعدما انتهى العرض كيف شفتي تقبل الجمهور للفكرة؟ هو من الاساس سي فري كانت الفكره، انا كنت كاتبتها من سنه، بصح لو كونسيبت هو ما كانش برك انه الجمهور يكون ضحيه الكاميرا الخفيه. احنا عملنا هذا البرنامج هو برنامج توعوي وترفيهي، كنا حبينا كنت قلت كيفاش نقدروا نتجمعوا بين اننا نعمل ترفيه نضحكوا الناس في ديورهم، ما نهينوش وما نسيئوش للفنانين، وفي نفس الوقت انا حسيت انه كاين بزاف الفنانين تاعنا يخدموا ويتعبوا سكتوا في شهر رمضان، وحتى واحد ما فكر يكرمهم. دونك كيفاش نقدروا نجمعوا بين كامل هذه النقاط، والنقطه الحساسه اللي هي كيفاش نقدروا نحسسوا الجمهور باش يعيش اللحظه اللي يعيشها الفنان كي يحس روحه مغشوش ولا يكون عنده في كاميرا خفيه. باسكو كي انت تحسها في نفسك تقدر تحس واش يحس فنان كي يسيئولو وهانوه بالكاميرات الخفيه. الكاميرات الخفيه راح تكون وكانت وراح تكون، بصح حنا الميساج تاعنا في الواعره كان برك باش نقولوا باللي مادا بينا تكون في يعني تحكم اكثر في المضمون، ما يكونش فيها اهانه ولا تحريض على العنف ولا دي زونفون اللي يشوفوا لا تيليفزيون، كاين اطفال يشوفوا لا تيليفزيون كيولوا يشوفوا بلي كنت تسيء للفنان بهذه الطريقه تتكلم معاه، تما هذا الشيء ولا يضحك الشعب الجزائري. جو بونس با كو الناس كان عاجبهم الموضوع. الحمد لله هاد السناك شغل كان عندنا احساس مسبق انه راح يكون فيها ماجيه كبيره في الكاميرات الخفيه، وحنا مش على علم. دايوغ كان يقول لك ودرنا ميم ولا تحبوا ديروا لي كاميرا كاشي كيما قال لك مخدومه، معليش يا اخي مخدومه، انا نعرفوا دي شان كبار داروا كاميرات صح خفيه صح ومخدومه، والفنان ياخذ ويشوفوها الناس ويشوفوها والناس راهي تضحك وعندها جماهيريه وعندها
للترفيه. قدر ماشي عيب انها مخدومه، ولكن العيب انك تخدع الجمهور، هذا هو خصوصا انه في النهايه يعني في اخر الحلقات تقول انه فعلا هذه الكاميرا الخفيه كانت مخدومه بين قوسين، مقصوده مخدومه ولا ماشي مخدومه ما يهمش الكلمه معليش المهم هي في رمضان المشاهد الكريم كي يدير شروق تي في يشوف الوعره يضحك، تما في الحلقات العشرين الاولين كان يشوف كان يضحك، ثانيك خليناه يشك باللي مخدومه، هي ما يأديش تما كي تكون كاميرا كاشي مخدومه ما تأديش. وزدنا شمس وزدنا وقفنا على حجم الموهبه تاع الفنانين لانه خلونا نشكوا يعني. انا والله غير حكيت باللي كاين حلقات باللي بصح كاين تمثيلهم يعني ومزيه اللي الناس انا تلاقوا بيا برا قالوا لي علاش زعما تخلعوا الناس، علاش خلعتوا بار اكزومبل باجي وصلت باجي تاع هذه طير، علاش تخلعوه كان يرتعش؟ باجي كان يرتعش في الممثل، هذا يبين باللي ممثل كبير تمثيل ممتاز، قالوا لي علاش تخلعوا منا؟ كنقول لهم استناو غير الحلقه 20، استناو الحلقه 20. في الحلقه 20 فهمناهم باللي نقدروا نديروا تمثيليه والناس تضحك، وحنا ما ناديوش الناس على خاطر انا كاين الناس بالك اللي زعفوا اللي تقلقوا في مواقع التواصل الاجتماعي، مي انا جبريفر الناس تتقلق وتزعف كي مخدومه ولا ما على باليش، وما تزعفش على الإهانة. أنا نخلعوا صح ولا نهينوا صح في النار. جميل. تما وما ربي ما يحبهاش، تما خلي الناس تزعف، المهم كي تكون بينك وبين ربي صافي هذاك هو. صح صح. لا وثاني ياسمين كاين واحد الأمور داخل في الكاميرا كانت مخدومة، ماشي مخدومة للكاميرا، مخدومين يعني اشتغلتوا عليهم بطريقة مهنية كبيرة. خصوصا تقنيا يعني تقنيا تعدد المقالب، خدمتوا أكثر من سيناريو في بالي 10 ولا 12 ديكور، حتى الشخصيات اللي لعبتوهم الداخل قادر تستخرجهم وتبني عليهم عمل جديد كيما الشاب الزربوعي للأغنية تاعو ولات دايره حاله في ما انا نخمم نولي نغني ما تحيروش ما لقيتوني نغني مره والله غير ولو برا يقولوا تيك تاك توك عبالك كنت تدخل بها بالك دير سكسي تاع الصيد. لا الحمد لله الاغنيه هذيك تيك تاك تاو مشات بيان، مشات مليح. اي ثاني الناس عجبهم اللوك تاع الزربوعي كي صوتي من هذوك عجبهم بزاف. هو الصح هو اللي غناها دخل في الاستوديو سبعة عملها مع صوتو وكان يقول لي ما نقدرش نغني. خاطيني الغناء ريم اللي كوتشاتني تما قالت لي هاي ليك بعتها يا حكيم ولا امين بعتوها لنا نسمعوها. شاب الزربوعي يحضر معنا في ليله العيد. يعطيك الصحة الزربوعي ولا شمس ودي سانجوكر يعطيكم الصحة. وتبين لك باللي أغاني تاع الراي هذه تاع اللي يديروها في السوق وتمشي بسرعة وعندها جماهيرية ممكن ديرها في خمس دقائق. سهلة. هي درناها كلمات شوية تبراح وشوية شوية تبراح وشوية كلمات معنا حتى معنا. ريم اللي كتبت لي قالت لي تيك تاك تاو قلت لها هي تيك تاك تاو دونك مي استعملتها مع فنانين شفنا نعيمة بابسة نوال اسكندر يعني كان على بالهم ولكن حسينا باللي صح راهم كان على بالهم ما كانوش سمعوا الاغنيه على كل حال على بها كانوا الرياكسيون تاعهم ماريال كانوا يضحكوا دونك احنا لحقنا بها ميساج هذا البيرسوناج تاع زربوعي تما ثاني باللي احنا الراي نحترموه تما فن الراي الاصيل نحترموه بصح لحقنا ميساج اترافير زربوعي باللي ما نحبوش الراي هذا جديد اللي راهم الناس حره في اذواقها ولكن كاين حدود هذه كاين حدود في تهذيب في الكلام تهذيب صح الكلام ولا دوكا من يعني هو
باردون انا ناسيه نحسباني لفت الميكرو زالي. قلت لك الكلام لازم يكون شويه في لحن في كلام. دركا ولاو يديروا زوج كلمات ويديروا صدق صدق وصاي ويحطوهم لنا في الوسمو حتى يعني بدلوا كاع لي كوت تاع لي جون، وهذا ياثر وحنا كفنانين دورنا باش نقولوا ستوب. يعني كانت كاميرا الخفيه هذه عندها رساله، فيها رسائل كبيره من ضمنها ماذا بينا تما. ان شاء الله كل عمل يكون فيه رساله، خاطر الفن هو الفن رساله. تما باش الناس يشوفوك في رمضان، الناس الشعب الجزائري كامل يشوفك في رمضان، صح ترفيه صح، لابد يكون تما فيها اون موراليتي داريار سا. انا وعندك ايضا سرعه البديهه. انا شفت على الحلقه تاع نعيم مع بابسه، كي قالت لك ما تعرفش العبابسه، قلت لها نعرف العبابسه الوهرنا نعرف. هذيك ثاني ماشي موجده، هذيك لا هي امبروفيزاسيون، ما فيها الامبروفيزاسيون تماك. باسكو على كل حال زربوعي نقول لك في البلاطو تماك ما حضرناش تما امبروفيزاسيون من الال زاد. تما حنا على بالنا واش راهي نديرو، تفهمنا بلي هاي ديك الانيماتري صحه تقصينا الموضوع يكون حنا على بالنا اجمالا، بصح العفويه نخلوها باش تكون في مصداقيه. ما يبانش بلي راهم سيناريو يتبعوا فيه السيناريو والحوار كلش انكتب. بصح كنا انا وشمسو بيسك حنا اللي راح نحصروا الضيف تاعنا وكيفاش حبينا نمشيوه، دونك الموضوع والعام موجود، بصح العفويه نخلوها باش تكون عندنا لا رياكسيون كامام ناتشورال تاع الانفيتي. طيب ريم، كاع الفنانين اللي عرضتوا عليهم الفكره وافقوا؟ كلهم وافقوا، كاين بزاف باسكو اللي شفناهم واللي ظنوا الناس باللي هاد الفنانين يحوسوا غير لي كاميرا كاشي بين شهرو. يفو دير كو كاين فنانين لا سي با فغي، باسكو ما تنساوش بلي كاين الفنانين عندهم عوايل، عندهم ناس يشوفوهم في الدار وبزاف ناس ساؤلهم. كاين ناس ديجا ايزابوز لا نايفتي تاع ان ارتيست، الفنان حساس يجي يعيطولك يقولوا له روح نديروا معاك برنامج وهكذا يجوا. دوكا حنا تتعدد البرامج للاسف، الانتاج موجود في رمضان قبل الايام اللي الشهور اللي قبل رمضان، دونك الفنان كي يعيطولو يروح يجري. وكانوا ولا وجوه فنيه معروفه غير في الكاميرا كاشي للاسف، بصح هما اوفون يسون نقاسوا بزاف، دونك حبينا نعاودوا نكرموهم ونعاودوا لهم رد الاعتبار بهذا. كاين بزاف فنانين اللي يجوزوا في دي كاميرا كاشي، الناس ثاني يقول لك ما هانوهم ما والوهم قبلوا باش يجوزوهم، وهي الفنان كاين دي فوا وين يحشم تما يجوزوه في كاميرا كاشي ويقولوا له جات بيان جات شابه وهكذا ومن بعد غير تجوز لا كاميرا كاشي في رمضان اللي يفيق بلي صح قاسوه وصح هانوه. لانه كاين مونتاج وكاين ثاني بزاف عمليات تفوت معاهم في القضاء يولي يرفع عليهم قضيه، وكاين بزاف. لا تبان لي واش طرا في هذا العام والعام اللي فات راح تخلي الناس تتعلم من اخطائها. الكاميرا المخفيه اللي راح نشوفوها العام الجاي اكيد راح الحسابات قاعده تتعاود بما فيها الحصول على موافقه الفنان باش تجوز في. قد انت هدرت على الحسابات وانا حبيت نمد بالارقام. الوعره شحال كانوا يشوفوها كل يوم؟ تخيل انه 9 ملايين شخص كان يشوف الوعره في كل يوم، يعني رغم كل الجدل اللي حكينا عليه ورغم كل، لكن وصلت للناس و9 ملايين شخص كانوا يعني يستناو شروق باش يشوفوا. نشكرهم والتكريمات ايضا، التكريمات داخليا وخارجيا. ريم احكي لنا على الجائزه في دبي، نظن هو العمل الجزائري الوحيد اللي تكرم في دبي حتى الان في رمضان 2017. هي تحكي خارجيا انا نحكي داخليا. باش ما يقولوش كاين ايات خارجيه. خاطيني دبي، خاطيني هذه المشاكل. لا هو هي سي فغي كو حتى في المغرب كان عنده صدى قوي جدا الوعره، حبوها بزاف دايوغ الكلمه حسوها بزاف قريبه ليهم باسكو هما يقولوا بزاف في كلامهم الوعره. دونك يا بوكو دو بارتاج في دايوغ كلموني حتى من المغرب. دبي كان في احتفاليه للجاليه الجزائريه اللي هما شافوا عدد الفيو على اليوتيوب واللي يحسوا بلي هو البرنامج الاول باسكو هما ما يشوفوش كانوا على لي ستاتيستيك ولا حاجه، يشوفوا تو سكي في لي ريزو سوسيو في المشاهدات العاليه. دونك والجاليه الجزائريه كان في تصويت الناس واش عجبهم واش هذا، راح التصويت لبرنامج الوعره. الحمد لله اتصلوا فيا وتكرمنا وكان بوجود طريق الريحان. لا ايفنت لاين، ايفنت لاين، ونشكر السيده راتبه عيادي اللي هي قامت بهذا
هذا ليفينمون، كانت هي المسؤوله على هذا ليفينمون، وكانت فيهم الشيخه هند القاسمي، الدكتوره شيخه هند القاسمي اللي كرمتني شخصيا ولبست الزي القبائلي باش تكرمني في برنامج الوعره، والحمد لله. يعني من خلال الوعره انت سوقتي للثقافه الجزائريه. الحمد لله، هذا هو الهدف تاعنا. نقول لكم مشاهدينا بلي انا ما رحتش لدبي، خاطيني انا كان في المونتاج، قلت لها انا مع المونتاج. حنا كرمونا ثاني هنايا لهلال، هكذا لهلال، هلال رمضان، هلال رمضان احسن كاميرا خفيه لهذه السنه، الاكثر مشاهده، الحمد لله نشكرهم. كان تكريم مع ثاني كرمو احسن مسلسل فكاهي اللي كان عاشور العاشر هو اللي داها، وقناه تكريم هذا تتويج للعمل الحمد لله، والجهد هذا كامل كي ينتهي بتكريم ولا جائزه، والتكريم الاساسي هو تكريم الجمهور. بيان سور التكريم الاكبر هو تكريم الجمهور. المونتاج قعد حتى الايام الاخيره تاع رمضان. وي قعد حتى الايام الاخيره، قعدنا مع المونتاج، قعدت كنت باسكو اون طونك رياليزاتور لازم تريح مع المونتور، دونك كنت نريح مع المونتور باش نكملوا المونتاج. تعبنا اينا وشينت انايا، شينت ما مما قالت لي وشينت وزعفت على ريم، قالت لي خدماتك هاك شينت يا وليدي. مي بون كيما قلت حنا نحيوا الجمهور على خاطر التكريم الاكبر هو التكريم تاع الجمهور، ممكن تلاقاو بهم برا، قلنا حكمتونا بالوعره يعطيكم الصحه، كاين اللي تقبلوا كي حكمناهم بالوعره، كاين اللي زعفوا. قال لك يا خويا لا حكمتونا بالوعره، كيما رياكسيون تاع كاميرا كاشين تديرها الفنان، كاين اللي يتقبل يبدا يضحك يقول لك لعبتها لي، كاين اللي يقول لك قلقتني من الناس. صح، هذه فكره تاع عام واحد موسم واحد، ما ظنيتش ممكن يكون كاين وعره. لا والله هي كانت رساله رساله، وما قدرناش حنا نجو. انا هذا البروغرام قلت لك انا لو كونسيبت كتبته صافي عام، وما كان حتى واحد على باله كي كلمت شمسو التحق بيا، قلت له فوالا هاي لك الفكره، كانوا عندي بزاف افكار، قلت له حبيت ندير تكريم للفنانين وحبيت نضحك الناس وحبيت ندير هكذا وهكذا، كيفاش نجمعهم كاع باش نديروا، طلع برنامج الوعره. ما كناش قادرين نجو برنامج نسموه برنامج توعوي وترفيهي، نجو تقال الناس في رمضان تحب تشوف حاجه تضحك، يحبوا يشوفوا كاميرا كاشي، كنت توعيه عن طريق الترفيه. يعطيك الصحه، باش الرساله توصل للجمهور. صح. وهذا هو كان الهدف تاعنا. دونك اول اسبوع يمكن الناس اندهشوا حتى كي شافوا لا بوندانونس، قال لك واو. الحمد لله، يعني تعبنا، هي فريمون تعبنا، تقلقنا، سهرنا. تحيه للفريق ثاني، تحيه للفريق كامل تاع الوعره، كاع سي دي جون الجيريان اللي تعبوا خدموا من قلبهم، الفنانين كاع اللي شاركوا في برنامج الوعره تعبوا. سمعوني ما نحبش نحكي، تحكي لي شويه على لي كوليس، رحتوا للصحراء صورتوا في البحر صورتوا، كانوا معكم مجموعه من الفنانين، دايوغ انا في ودنيهم يقولوا لي واش حكايه لو كارو، واش حكايه لو كارو. لو كارو هي لعبه لو كارو، انا موالف نلعبها في رويس ومنا. لو كارو لعبه هي اللي سلكتنا، باسكو حنا كي رحنا للصحراء رحنا لتاغيت، كي لحقنا لتاغيت لقينا فونتسابل، تسمى ما نقدروش نتورنيو، دونك خدينا ديسيزيون باش نروحوا لتيميمون. تيميمون ما كانش نروحوا بطياره، رحنا درنا 10 سوايع في الكار، 10 سوايع في الكار من تاغيت لتيميمون، وكي نلحقوا نتورنيو. دونك هذوك ال 10 سوايع جوزناهم نلعبوا لعبه واسمها لو كارو. اللي يعرفها يعرفها، اللي ما يعرفهاش يحوس. اللي ما عرفهاش لا عرفها، كيما قال باجي. اللي ما عرفهاش لا عرفها. طيب العيد، بما اننا في العيد، مريم غزالي بلك قبل ما، لانه عندك مفاجاه ايضا للجمهور في هذه السهره الجميله، بلك نعطيك الفرصه باش تحيي من تريدين تحيته بمناسبه عيد الفطر. اول شيء نحب نحيي العائله تاعي، امي اللي دائما تدعي لي دائما واقفه معايا، مون بير، توت لا فامي غزالي، كل الناس اللي نعرفهم، مي زامي، الناس كاع اللي يتابعوني، لي فان تاوعي، كل الناس اللي تعايدني تبعني على انستغرام فيسبوك، اللي شجعوني، اللي باسكو الفنان احسن احلى حاجه ليه بالنسبه ليه هو هذيك المحبه وهذاك لونكوراجمون. كيما دي فوا نشوفوا في هكا تهجم في المواقع انا توجور تواصل الفيسبوك الفيسبوك والانستغرام اي تو، دي فوا يا دي جون هادي سيئوا لك ويقولوا لك سما كلام اللي بون، انا بطلت نتاثر بهاد الامور، بصح كاين بتشوف لا رياليتي اونتر سكي سباس في الانترنت والواقع برا، سي كون فرق كبير شاسع. دونك حنا كي نخرجوا برا، لا غير اعمال ناجحه اللي تنتقد يعني على كل حال، لا انتقادات هي نورمال، المهم الناس اللي الناس كامل تصفق لهم، الناس اللي يكتبوا لك ولا تما عادي عادي جدا ضريبة النجاح.
هذه هي ضريبة النجاح، هذه هي ضريبة. لا بصح انا كان شويه هكذا تعليقات لا ممكن صحفيين هكذايا اللي من قبل ما نبث البرنامج تهجموا على البرنامج. بون احنا على بالنا بلي كاين مواقف وماشي وقتها العيد، بصح انا حبيت نختم الفرصه باسكو على بالي بلكم ملايين يشوفونا، وعلى بالي يمكن هاد الناس ثاني راهم يشوفونا. ان شاء الله تكون عندهم برك لو كوراج اي لونيتي انهم يقولوا يعطيكم الصحه الوعره، لانه بعد ما انتقدونا وقالوا بزاف ناس ساءوا، وبالاخر كي عرفوا بلي كانت مقصوده وكانت رد اعتبار الفنان وما نقبلوش إهانة الفنان، وكلها كانت رسائل وكل حاجة درناها كانت مدروسة. إن شاء الله كيما شطاروا يكتبوا لي زارتيك مع الأول سلبيين، إن شاء الله يشطاروا ويكونوا عندهم لو كوراج كيما حنا عندنا لو كوراج نديروا حاجة باسكو نحبوا بلادنا، يكتبوا لي زارتيك باش يطلعوا بولاد بلادهم. طيب هي الأعمال كلها معرضة للنقد ريم؟ على كل حال لأنه أنا صحفي فيلق هذه هي تنتقد، يكون النقد بناء، النقد البناء هذه هي. شمسو أنا نقول لهم يعطيكم صحة كي انتقدتونا. لا أنا ما أكذبش عليك، أنا من الناس اللي يحبوا النقد، خاطر بالك كون واحد ما ينتقدك تدخل في الحيط. ثم الناس كي تنتقدك بالك تعاود تكاكيك في حاجات بالك، دونك يعطيهم الصحه الناس اللي ينتقدونا. وان شاء الله احنا بالك انا راح نزيدوا في الاعمال اللي جايين، ان شاء الله انا راح نحسنوا روحنا بالك بهاد الانتقادات، لان راح نحسنوا روحنا ونقول لهم يعني ممكن نزيدوا نشوفوا ريم غزالي وشمس وديتا جوكر في مشروع واحد. ان شاء الله نقدروا ان شاء الله ان شاء الله مشروع اخر بديت تخموا فيه ولا ولا غير قبل ما بدينا الوعره باقي ما باليش. لا دار لك الوعره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالك في رمضان بالك اور رمضان، باسكو حنا ثاني انا حابين ما نكونوش قلب اللوز، انا حابين نولوا نولوا خبز نولوا هذا نخدموا اور رمضان. قلت لك الشكر الكبير ثاني للناس اللي شجعونا، الناس اللي شكرونا نقول لهم يعطيكم الصحه، الناس اللي فهمت الميساج نقول لهم يعطيكم الصحه ميرسي بوكو، وندير اهداء تاع العيد يا عائلتك. هيا خلاص العائله يما نسلم عليها بزاف بزاف بزاف، هاي تشوف فيا دوكا بالي دوك تبدا تبكي ومن يما كل ما ندير هكذا. نسلم عليها بزاف 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 باسكو هي بالك هي السبب تاع بالك سوا دي زون نجاح تاعي. تما نقول لها يعطيك الصحة يما، ويما دائما تقول لي وليدي روح أنا معاك أنا ندعي لك ما تكسرش راسك، دونك نسلم عليها بزاف بزاف بزاف. واش حبيت تقولي؟ حبيت نقول تحكي لهم القصة كيفاش بدات صح؟ اه نحكي لهم هذه ولا غير صح سيت اون اكسكلوزيفيتي الحكاية كيفاش تما كيفاش حتى أنايا قلت ندير الوعرة. سيكو ريم عيطت لي تلاقيت بها منا، يما ما كانتش على بالها بلي عندي رونديفو مع ريم راح نتلاقاو منا. قالت لي عندي كاميرا كاشي نديروها ومن هكذا. انا قلت لها ما نديرش لي كاميرا كاشي، تسمى انا كونتر لي كاميرا كاشي، دونك فهمتني بلي نديروها للبوبليك منا. قلت لها سي انتريسون منا، مي انا ماشي موالف نرجع لا ريبونس سور بلاس، انا نقصرو هكذا على كاميرا كاشي منا. لحقني ميساج، شفت ميساج هكذا يما بعثت لي قالت لي وليدي علاه ما درتش كاميرا كاشي هذا العام. سبحان الله ما بالهاش كاع والله ما كانتش كاع على بالها بلي انا حتى ما نتلاقى مع ريم ولا نحكي على كاميرا كاشي. غير شفت هذاك الميساج شفت فيها قلت لها نتكلوا على ربي. قلت لها انا يما لو كان هذه صح ماشي كاميرا كاشي هذه صح والله، خاطر انا يما لو كانت تبعث لي ميساج تقول لي وليدي علاش ما ترميش روحك نروح نرمي روحي. سمع انا مامن بيما بالك دقيقه انا قلت له بون سي كونتر لي كاميرا خدمتها بالك بالك خدمتها معاها والله العظيم عرفت باللي باكي اللي تاثر عليك طلعوها على الهواء باش جامي يظلموا فيا. دونك قلت لك نسلم ثاني متفقه مع كريم نكمل خليني ندير اهداءات خالتي في فرنسا والناس يحبوا هاد الحكايات اللي قبل كيفاش صارت الوعره. دونك نسلم على كامل الناس اللي يحبونا، ولاد حومتي ولاد رونفالي ولاد باب الواد ولاد رويسو، كامل الناس اللي يحبونا اللي يتبعونا، خويا ثاني نسلم عليه بزاف بزاف بزاف، وكامل الناس اللي يشوفونا ونموتوا عليكم. طيب وكل عام وانتم بخير، وتحيه للعائله تاعك شمسو وايضا ريم. ثاني نحيي الشرطه باسكو سهلونا المهام لي بومبي، ثاني لي بومبي نسلموا عليهم. طيب ايه باسكو كان نكملوا هكذا راح نكملوا تاعك. كان عندنا تصوير في الجي سنتر وكان تصوير جدا صعب، وسهلونا المهام وغلقوا لنا الطريق يعطيهم الصحه، وكي دائما هكذا يتعاونوا معنا السلطات الحمد لله. ويسمحوا لكم المواطنين اللي غلقوا لهم الطريق على خاطركم. كانوا يستنوا. خدامين يكون عندهم دي زورجونس ايتو. طيب ريم عندك مفاجأة هذا المساء معنا. دوكا الأغنية اللي راح نسمعوها الآن مع بعض. هي بون ماشي غنية عيد وفرح، هي غنية غنيتها لايف البارح في استوديو وتلمو عجبتهم المدير يعني الانتاج،
قال لي ريم غدوه هاد الغنيه كيما راهي انا سجلناها تديها للشروق تغنيها. قلت لهم كيفاش على سجلتوها؟ قالك سجلناها وتطلعي بها. يعني عندنا الحصريه اليوم. على اللايف انا مانيش موافقه بصح بون قالك ديروها. معليش جمهور ريم غزالي اكيد كما قلتي لي تراث هي تراث عراقي عاودوها بزاف فنانين. مليح ريم غزالي باللباس القبائلي الجميل تغني وتغني عراق قديمه. ايوا وكاين الناس ثاني توحشت ريم غزالي تغني على بالي بلي راهم يستناو في ريم غزالي. انا نشوفها كممثله الان ومنتجه اكثر داتك على الغناء ولكن اذا نسمعوا مع بعض ونقول كل عام وانت بخير. الله يحفظك الله يسترك. وريم ايضا الى تنوضي احسن تغني. نريح نسمع انا الغنية ولا نروح نشوف الجبهة القبيلية ثاني. هنا 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 ريم غير هنا. برافو برافو. حصريا شكرا. حصريا سمعنا اخر اغنيه لريم غزالي على الشروق. سلامت قلبك ريم. هي لا تنفع للاعياد والافراح ولكن قلبك. ولكن كي قالوا لي قاده وبوليتيك وما يحبش لا احيانا على بالك بالحزن. احيانا الحزن جميل ثاني في حزن مفرح. هذه هي الحزن المفرح. هذه فلسفه. هذه فلسفه. هذيك حاجه كبيره. يعطيك الصحه ريم. يعطيك الصحه لانك سمعتيها لنا حصريا ولايف. شكرا. وشمسو مجددا تحيه ليك ولعائلتكم وكل عام وانتم بخير. والسلطنه هويام. هويام اليوم قبائليه. هويام قبائليه. السلطنه هويام تروح. صح. بالك تبقى معنا باش تحضري معنا ثاني في جلسه ثانيه. ما شاء الله المملكه كلها موجوده. وتكريم تكريم تاع الشكريم. ما نقول لك حرق المفاجاه تماما.
لانه ما حكيتوليش على المفاجاه ففاجاتوني انا. الى على بالك بالمفاجاه؟ المفاجاه فهمت باللي باللي تصير احنا على المباشر. ايوه هذا هو المباشر، تحدث هذا في المباشر. نشوفوا ما احضرته ريم، لقطات من تكريمها في دبي، عندنا صور نشاركوها مع المشاهدين. أوكي. نشوفوا مع تابعوها بعض. مع بعض. الدكتورة بن عبد العزيز القاسمي، هذه هي شهادة نظير أعمالها الفنية، وننتظر من كريم أعمال أخرى لتشريف الجزائر لسعادية الفنية. تحت استضافتكم استضافنا الشيخ عبد القاسمي، هذه هي الشهادة نظير مساهماتها الفنية، وهذه الشهادة. مليحة هكا باش نختموها، ما ختموهاش بموجوع، نختموها بالفرحة. صور تاع تكريم وصور جميلة، يعطيك الصحة ريم. شكرا للاستضافة. ودائما هكذا ترفعي اسم الجزائر عاليا في كل المحافل بالأعمال الفنية نتاعك. شكرا صحة. شكرا قادر، شكرا ناسي. أنت اللي مشكورة طبعا، لأنه كما قال قادر رفعتي اسم الجزائر وشفنا الإعلام يعني هذاك لابسينو. يعطيك الصحة، شكرا ريم غزالي، شكرا شمس الدين العمراني. الله يحفظكم ويعطيكم الصحة وبون كوراج. يعطيك الصحة. نروحوا فاصل. فاصل إشهاري ونعود.